محمد صغير ميراوي الكاتب العام الاتحاد الجاوي للشغل بقفصه نظم الاتحاد الجاوي اليوم مسيره شارك فيها كل النقابيين مناصره لشعبنا في غزه ونحن دابنا على هذه العاده داب عليها اجدادنا فهم شاركوا في الحرب على الكيان الصهيوني لما استعمر فلسطين فلوله استعمرت فلسطين سنة 48 ذهب أجدادنا وها نحن على الدرب سوف لن ننسى القضية وسوف ننقلها إلى أولادنا وننقلها إلى أحفادنا وأحفادنا ينقلونها إلى ما بعدهم إلى أن تتحرر فلسطين وإلى أن تصبح عاصمتها القدس الشريف المناسبة اليوم ما مناسبة بقدر ما هي مأساة تتعرض لغزة في قصف ولا متكرر من العدو الصهيوني على الامه العربيه وخاصه في داخل فلسطين واساسا اليوم في نهارها اليوم في غزه هنالك تصعيد غير مسبوق من اجل قتل الاطفال في داخل غزه نحن اولا نحيي الاتحاد على انه بادر في انه يقف في داخل قفصه من اجل دعم في ولا نضال المقاومه ضد العدو الصهيوني ونحيي المقاومه الفلسطينيه فهمتي اللي واقفه اليوم في ولا شوق في حلق في ولا العدو الصهيوني ومنها قضت مضاجع فهمتي العدو الصهيوني واثبتت انها قادره على دحر العدو الصهيوني مهما كان حجم الاليه العسكريه ومهما كان حجم الدعم الدولي خاصه من اعداء الامم العربيه في الداخل اللي هم قطر والسعوديه والأخير من عمل عملاء عملاء الاستعمار ومن الاستعمار العالمي على راس الولايات المتحده الامريكيه وعلى كذلك من تولي الحكومات العربيه ما فيها حكومه تونس الصامته على العدوان الذي يقع في داخل غزه ونحن اليوم في هذه الهجمه الشرسه للكيان الصهيوني على غزه الباسله على غزه الصامده التحم النقبيون بكل فئاتهم نصره لهذه القضيه فالمجد والخلود لشهداء الثوره الفلسطينيه المجد والخلود للثوره التونسيه التي بفضلها اصبحنا نتحرك احرار واصبحنا نعبر عن ارائنا بكل حريه المسيره هي بمناسبه او رد فعل على العدوان الاسرائيلي الصهيوني على قطاع غزه وفي هذه وفي هذا الاطار الشعب قفصة هو جزء من الامه العربيه اللي انتفضت ضد هذا العدوان الهمجي البربري ضد اخواننا في فلسطين وما يكون موقفنا كان هكا اقل ما يمكن وحنا ندعو الى القطيعة التامة مع التعامل مع الصهاينة اولا بتجريم التطبيع في الدستور والحكومة فاش تستنى باش تقر المسألة هذه والنواب والنواب في المجلس التأسيسي علاش يتهربوا من إقرار مبدأ عدم التطبيع مع إسرائيل في الدستور